السلام عليكم. راح أعرض بهذا الفيديو الدرس الأول من الوحدة الثانية لمادة الحاسوب، الصف التاسع، العمل مع برنامج الجداول الإلكترونية مايكروسوفت أوفيس إكسل 2010. أول شيء بداية بدي أبلش أحكي عن برنامج إكسل، إنه هذا البرنامج نستخدمه لحتى نتعامل مع البيانات، سواء كانت هاي بيانات نصية أو رقمية. بساعدنا هذا البرنامج بتنسيقها في أعمدة وصفوف متقاطعة حتى تسهل علينا إجراء العمليات الحسابية، وممكن إنه يحول لي هاي البيانات لأشكال ورسوم ومخططات بيانية جذابة. طيب، خلينا نتعرف على كيفية تشغيل هذا البرنامج. خطوات تشغيله مشابهة لخطوات تشغيل برنامج الوورد وبرنامج الباوربوينت اللي تعرفنا عليهم في صفوف سابقة، اللي هو ننقر على زر ابدأ، نختار جميع البرامج All Programs، بعدها نختار مجموعة مايكروسوفت أوفيس، أربعة بختار مايكروسوفت أوفيس إكسل 2010. ابدأ All Programs مايكروسوفت أوفيس، بعدها بختار مايكروسوفت إكسل 2010، فبتظهر عندي الصفحة الرئيسية لبرنامج إكسل. رح نتعرف بهذا الدرس على الأجزاء الشاشة الرئيسية. بداية وأول جزء عندي اللي هو شريط العنوان. شريط العنوان بيحتوي على اسم البرنامج مايكروسوفت إكسل، وعلى اسم المصنف، اسم البرنامج أو واسم المصنف. فهون عندي مايكروسوفت إكسل بوك 1، فهو عندي مصنف واحد، وبيحتوي أيضا على شريط أدوات الوصول السريع اللي بيحتوي على أداة حفظ وأداة دو وأن دو اللي هي إعادة الأمر، وعلى أزرار التحكم اللي هو زر الإغلاق وزر تكبير النافذة للحد الأقصى وزر تصغير النافذة للحد الأدنى. الجزء الثاني من أجزاء اللي هو شريط التبويبات، تبويب الصفحة الرئيسية، تبويب إدراج، تبويب تخطيط الصفحة. طبعا أنا كل ما أختار تبويب من هاي التبويبات بيظهر عندي مجموعة من الأدوات المتعلقة بهذا التبويب، بيظهر عندي مجموعات من الأدوات. فهون عندي مجموعة خط، مجموعة محاذاة، مجموعة رقم. ثالث جزء عندي في برنامج إكسل اللي هو شريط الصيغة. شريط الصيغة بتكون بداية من صندوق المرجع هون، ورح نشرح بالأجزاء اللي كمان شوي رح نتعرف عليها رح نعرف شو هو المرجع. فهون بأول جزء عندي بشريط الصيغة صندوق المرجع، وفي عندي كمان زر إدراج صيغة رح نتعرف عليه إن شاء الله في الدروس الجاية، وفي عندي هون محتويات الخلية النشطة، فرح يظهر لي هون محتوى الخلية النشطة. فأنا لو إجيت على هاي الخلية كتبت فيها الاسم رح يظهر عندي محتوى الخلية في شريط الصيغة. رابع جزء عندي اللي هو حيز العمل. حيز العمل عبارة عن جدول، زي ما بنلاحظ هون إنه حيز العمل عندي عبارة عن جدول، صفوف وأعمدة تتقاطع مع بعضها هاي الصفوف والأعمدة لحتى تشكل عندي خلايا. فأنا هون حددت خلية، هاي في عندي خلايا. طيب، حيز العمل أنا بحدد كل خلية لها مرجع، حكينا هون في عندي صندوق المرجع. وشو هو المرجع؟ فأنا هون عندي الأعمدة مرموز لإلهم بحروف A B C D E، والأرقام من الواحد إلى نهاية الجدول. فهون هاي الخلية الموجود فيها الاسم مرجعها A1، فبيتم تحديد مرجع الخلية أو تسمية الخلية حسب رمز العمود ورقم الصف. فمثلا عندي هون A1، هاي الخلية 1، هاي أول خلية. هون عندي الخلية B1، هون A2، فبنلاحظ هي بتظهر عندي بصندوق المرجع، بتظهر عندي الخلية النشطة اللي أنا اخترتها، بتظهر عندي عنوان الخلية. الجزء الخامس اللي هو شريط أوراق العمل، هي بتظهر عندي بالأسفل شريط أوراق العمل. بيحتوي كل ملف في برمجية الجداول الإلكترونية على أوراق عديدة،
أول ما أفتح البرنامج بنشئ لي تلقائياً 3 أوراق. هاي هون عندي 3 أوراق بتنقل بينهم، كل ورقة منفصلة عن الأخرى، فبقدر أنا أتنقل بين هاي الأوراق. هيك بنكون خلصنا أجزاء الشاشة الرئيسية لبرمجية إكسل. ثاني إشي رح نتعرف عليه اللي هو كيفية التعامل مع الملفات. ممكن أنا أنشأت مصنف إكسل، فهون هاي مجموعة الأوراق اللي أنا بنشئها بسميها مصنف، يعني هذول الـ3 أوراق لو أنهيت إنشاء البيانات فيها بسميها مصنف. بدي أنشئ مصنف ثاني، خطوات إنشاء مصنف، بروح لقائمة ملف، بختار الأمر جديد بنقر عليه، وبختار مصنف فارغ، وبذهب لزر إنشاء بنقر عليه، فهي أنشأ لي مصنف جديد. هاي هون لو رجعنا لشريط العنوان عندي مايكروسوفت، راح نلاحظ بأنه اسم المصنف هون بيك بوك 2، أنشأ لي مصنف جديد لحتى أبلش أعمل عليه. طيب أنا إذا أنهيت العمل على المصنف وبدي أغلق المصنف، فلحتى أغلقه بروح لقائمة ملف، بختار الأمر من لائحة ملف، بختار الأمر إغلاق، فبيتم إغلاق المصنف. هون هي فتح لي، هون أنا كنت منشئة بوك 3 فتح لي إياه. لو رجعت هاي ملف إغلاق، أغلق لي المصنف 3 وانتقلت لبوك 1 اللي هو المصنف 1. طيب لو بدي أنهي العمل بالبرنامج وأغلقه، طبعا في عنا طريقتين، طريقة التعامل مع نفس برنامج وورد بإغلاق البرنامج، إما من زر الإغلاق أو من ملف بختار الأمر إنهاء بغلق لي البرنامج. فهي أنا نقرت هون، بلاحظ أنا لما أعمل على إنهاء البرنامج بيأكد لي إني أنا بدي أحفظ التغييرات اللي أجريتها، فإذا كان بدي أحفظها بختار نعم، إذا ما بدي أحفظها بختار الأمر لا، وإذا بدي أرجع لا أضيف بعض التعديلات على المصنف بختار الأمر إلغاء الأمر. فهنا هون أنا بدي أعمل على حفظ التغييرات، بختار الأمر نعم وبحدد مكان الحفظ، إذا اخترت لا بغلق لي البرنامج. بهيك منكون أنهينا الدرس الأول من هاي الوحدة، وإن شاء الله يكون واضح. بتمنى منكم تطبقوا الخطوات العملية على أجهزتكم، ويعطيكم ألف عافية.